احكي لي على غذائك استاذ. غذائي كلش قوي يكاد انها لا تصدق استاذنا العزيز. لا خلي اصدق والله. يعني انا شلت هاي اللشة مو بلاش، هاي صرف. صرف وقت وصرف فلوس واني على مود لعبت في الهلال الاجسام شلبت بالمطعم. يعني كان يطلع اكلي تقريبا مجانا. انا الصبح فقدت 3 كيلو لحم. اغلبته في الاذاعه والتلفزيون كان اكلك مجانا. ها فيها بالاذاعه والتلفزيون الكافتيريا ما كانوا ياخذون الانديه، الله وكيلك مدلل شلت. اها. والله العظيم. شريد اكل واطلع. انا بالاذاعه والتلفزيون من شاهد البنقله. انسان عبد الحميد الراوي الله يرحمه بعده باقي. بعدين بنوا باستديو رقم 2 وحولوا اني مسؤول رقم استديو رقم 2 والمسلسلات اللي صارت في استديو رقم 2 كلها اشتركت فيها. هسه راح اجيك ممثلا ولكن قل لي وين وديت الذهب؟ والله عندي بالبيت. اها عندي. هو عاده هذا الذهب يبقى فقط للخزن؟ عندي تراث عالمي موجود ضامه البلدي ما لعبت به. عندي ما يقارب 76 وسام ذهبي. عرضوا عليك شرائه؟ هوايه. اها. وعندي حوالي 1600 كاس. وعندي دروع ما اقدر احسبها. كم كيلو ذهب عندك؟ هوايه والله خالص. مثلا؟ هوايه تقريبا 3 كيلوات. اها. لمن راح يبقى؟ للبلد. للبلد؟ اي ولاولادي ولاحفادي. كاتب بصية ولا لا؟ العمر طويل ان شاء الله. هسه راح اسويها بالفيسبوك. من اللي يستاهلين؟ بطل والله كلهم حبابين، ولادي وبناتي كلهم حبابين. راح يجيب العراق في يوم من الايام هكذا ابطال يحققون على مستوى العالم؟ حقق عباس؟ اي يستحيل. يستحيل. احد المجلات الامريكيه اللي هي مستر ويرد اسمها. قبل حوالي 3 أو 4 أشهر كتبت مقالة قالت عباس الهنداوي من العراق حالة لن تتكرر بعد الآن لا في العراق ولا في العالم. ماكو شخص لمدة 20 26 28 سنة يطلع أول. مستحيل. يعني هذا الرجل أثبت ويمكن رقم قياسي هذا. على بساطتنا على لا بروتين لا حبوب لا هرمونات الله وكيلك ما شاء الله كنا قوي. ثلاث زوجات؟ ها؟ ثلاثة. اها. ثلاث زوجات. بيت واحد وما يقدر ينزل. بيت واحد. ولا اكو عرق ابد. كل شيء ماكو، شنطة من تفوت بباب حوشي. طيب. انا عندي معسكر الوشاش جوا. ما شاء الله. تفوت من باب الحوش على بالك ذكرتي. شنطة. كل من يعرف واجبه. لو خوف بيها خوف؟ ابد. كلها ديمقراطية ومحبة و لا هذا خوف بس أنت ما تدري يعني. إي بس أنا أخي كان لو مخوف كان اللاصت عليه. منين ومنين أخذتين؟